مشاهدينا. الفن، الخلق والإبداع هن عناوين شدناها كتير بفقرة ديزاين وسلطنا الأضواء عليها، ولكن حتى تتجسد هالعناوين وتبين أكثر وأكثر من المفروض أنها تتزاوج مع مواد طبعاً، والزجاج يمكن هو حقل خصب وواسع جدا ممكن نشهد فيه هالاشياء هيدي او هالافكار يلي بتفرجينا عن اهميه التطور خاصه بهالحقل، طبعا بدون ما ننسى الافكار الحديثه يلي عم تنوجد هون. مشان هيك نحن اليوم حبينا نستضيف معنا مسيو جوزيف خوري تخبرنا اكثر عن هالتقنيات، اذا بدنا نقول تقنيات، مع الافكار الحديثه يلي عم تطبق بهالمجال. صباح الخير مسيو خوري. صباح الخير رهين. نحن مثل ما قلنا اليوم عم نحكي عن هالعناوين يلي هن الفن لما بيتزاوج مع المادة المهمة جدا يلي هي الزجاج، يلي هي سبق وقلت أنا أنه إحدى ملوك المواد إذا بدنا نقول، يلي هلأ عم تظهر بالهندسة الداخلية. شو فيك تخبرنا عن أصناف الزجاج الفني؟ يعني الزجاج هالأيام تغير من مادة صناعية بحتة لصارت هلأ عم تحول ل مادة فنية نقدر نعمل فيها تابلون، نقدر نعمل فيها رسومات متطورة من كلاسيك لمودرن باستعمال ال هاند ميد برودكت. فهي عم نستعملها، بنبلش من ازاز سادة بنقصه، بنرجع بننقله لقسم الهندسي، بنحول الرسمي على القياس المطلوب، وبنرجع بنحولها لقسم البلوتينج لحتى ننقلها على الفينيل، لحتى نرجع ننقلها على اصل للتنفيذ على الازاز. اذا هون عم تدخل تقنيه الرسم اولا. نعم. لحتى توصلنا بعدين لحتى توصل لوقت تنحفر تتغشى بواسطه الرمل، بواسطه مكنه بتضغط الرمل على مع هواء مضغوط على ضغط عالي لحتى نقدر ناكل الازاز وجهه، والفينيل هو بيحمل القسم اللي بدنا اياه للازاز. فبهالطريقه بس نقدر نرسم بواسطه مكنه بذات الوقت، بس هي هاند ميد. فبس نقطعها على البلوتر، بنرجع نقلع على الازاز، بنشيل القسم يلي هو لازم ينشال، وبنرجع بنفوته على غرفه الرمل لحتى نحفرها بالرمل مع ضغط الهواء. بهالطريقه بكون صار عندنا رسمه متكامله. هلا هون في مرحله ثانيه توصلنا لها، هلا صرنا نضغط الرمل بالهواء اكثر ونطول بالنا اكثر حتى نقدر نعمل ليفلينج على بالحفر. بصير عندنا قسم مغشى وقسم محفور وقسم محفور اكثر. هيدي الشغله اللي بصير شفناها. مثل حفر الخشب يعني شفناها، وهيدي بفتكر تقنيه حديثه. عم نشهد ريلييف او عم نشهد ابعاد ثلاثيه ضمن لوح واحد. مزبوط. بهالطريقه صار فينا نتمكن. هاي بتيجي مع الخبره ومع الوقت، لانه منا سهله حتى نوصل لمرحله كانه عم نحفر الخشب. هلا الخشب معروف بينحفر من زمان بالزميل وبيطلع حلو، بس بالازاز ما كانت هالتكنيك موجوده. صرنا نقدر نستعملها حتى نعطي حفر بالازاز مثل الخشب، ومرات بيطلع مع عكس الضوء على الازاز عم يطلع اجمل من الخشب. نعم معلوم. بالنسبه لهالتقنيه اذا عم نقول الحفر وضرب الرمل، بدي اسالك سؤال جانبي. في كثير اوقات بنخاف من الالواح او الرسومات اللي هي مضروبه على الرمل او حتى محفوره، لانه بنقول انه الميل المحفوره دقيقه كثير، دقيقه ان كان من ناحيه الصيانه، ان كان من ناحيه انه نترك لها رونقها نحن وعم ننظفها، ما نهمشها اذا بدنا نقول. هل في طرق لحتى نقدر نحافظ لها على صيانتها، يعني او في بروتكشن تنعمل بالاساس؟ لا لا اكيد. هلا صرنا نحن بعد هيك الشغل اللي صار مكلف وعم ياخذ وقت كثير، مجبورين نحن نستعمل ازاز لامينيتد يلي هو بتلزق مع فيلم ببعضه.